معانا بروفيسور وائل حسنين من جامعة اسكندرية. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. ايه رأي حضرتك في مؤتمر اي ماكس السنة دي؟ الحقيقة كويس جدا، يعني انا بحضره كل سنة، وكل سنة التنظيم يكون احسن من السنة اللي قبلها، واعتقد عدد المشاركين برضو بيزيد كل سنة عن التانية يعني. اوكي، ايه رأي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدولية اللي موجودة في المؤتمر السنة دي، وحضرتك شايف ان ده ازاي هيفيد المؤتمر؟ طبعا هو واضح من البروجرام ان في عدد كبير من الدكاترة من بلاد كتير، ودي طبعا حاجة مهمة جدا في الطب عموما ان الناس تشوف خبرات البلاد التانية، وخصوصا في مجال في حاجات جديدة بتطلع كل يوم زي مجال علاج امراض الشريان الاورطي. يعني ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنة دي في مؤتمر اي ماك؟ هو طبعا الحاجات الجديدة في السنين الاخرانية اللي هو في علاج الشريان الاورطي، العلاج التداخلي اللي هو ابتدى في اتجاه كبير ان ما نلجأش للجراحات اللي عن طريق فتح، بتبقى فتحات صغيرة وعلاج تداخلي عن طريق القسطرة، وده في بقى كل يوم حاجات بتطلع جديدة، ودي بتحسن النتائج جدا جدا يعني. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك وتشرفنا بلقائك النهارده. شكرا.